لا تحكم على الناس من مظهرهم، فقد يكون الذي أمامك أقرب منك إلى الله، وله دعوة لا ترد، أو ليس بين دعوته وبين الله حجاب. يقول مالك بن دينار رحمه الله: دخلت البصرة يوما فوجدت الناس قد اجتمعوا في المسجد الكبير يدعون الله، فقلت: ما بالكم؟ فقالوا: أمسكت السماء ماءها وجفت الأنهار، ونحن ندعو الله أن يسقينا. دخلت معهم ثم بدأنا في الدعاء من الظهر حتى العشاء ولا تمطر السماء قطرة واحدة. خرجنا ولم يستجب لنا، ثم ذهب كل منهم إلى داره. وقعدت في المسجد لا دار لي، فدخل رجل أسود عليه خرقتان، إحداهما تستر عورته والأخرى على عاتقه من شدة فقره، فصلى ركعتين ولم يطم، ثم التفت يمينا ويسارا ليرى أحدا فلم يراني، فرفع يديه إلى القبلة وقال: إلهي وسيدي ومولاي، حبست القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، فأسألك يا من لا يعرف خلقه منه إلا الجود أن تسقيهم الساعة الساعة. يقول مالك: فما أن وضع يديه إلا وقد أظلمت السماء وجاءت السحب من كل مكان فأمطرت كأفواه القرب. يقول مالك: فعجبت من الرجل، ثم خرج من المسجد فتبعته، فظل يسير حتى دخل دارا، فما وجدت شيئا أعلم به الدار إلا من طين الأرض، فأخذت منها وجعلت على الباب علامة، فلما طلعت الشمس تتبعت الطرق حتى وصلت إلى العلامة، فإذا هو بيت رجل يبيع العبيد، فقلت: يا هذا، إني أريد أن أشتري من عندك عبدا، فأراني الطويل والقصير والوجيه، فقلت: لا، ليس بينهم، فقال: ما عندي غير هؤلاء للبيع. يقول مالك: وإذا بي وأنا خارج من البيت وقد أيست، رأيت كوخا من خشب بجوار الباب، فقلت: هل في هذا الكوخ من أحد؟ فقال: من فيه لا يصلح، وأنت تريد أن تشتري عبدا، ومن في هذا الكوخ لا يصلح لشيء، فقلت: أراه، فأخرجه لي، فما من رأيته حتى عرفته، فإذا هو الرجل الذي كان يصلي بالمسجد البارحة، فقلت للبائع: أشتري هذا الرجل، فأجابني: لعلك تقول غشاني الرجل، لأن العبد هذا لا ينفع في شيء، فقلت: أشتريه، فزهد في ثمنه فأعطاني إياه. فلما استقر بالمقام في بيتي رفع العبد رأسه إلي وقال: يا سيدي، لما اشتريتني؟ إن كنت تريد القوة فهناك من هو أقوى، وإن كنت تريد الوجهة فهناك من هو أبهى مني، فلما اشتريتني؟ قلت: يا هذا، بالأمس كان الناس في المسجد وظلت البصر كلها تدعو الله من الظهر إلى العشاء ولم يستجب لهم، وما إن دخلت أنت ورفعت يديك إلى السماء ودعوت الله حتى استجاب الله لك وحقك لك ما تريد. قال العبد: لعله غيري، وما يدريك لعله رجل آخر. فقلت: بل هو أنت. فأومأ العبد وقال: عرفتني؟ قلت له: نعم. يقول مالك: فوالله ما التفت إلي بعدها حتى خر لله ساجدا فأطال السجود، فانحنيت عليه فسمعته يقول: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، فلا أطيق حياة بعدما اشتهر، ففاضت الروح إلى بارئها، وأي سر سره، وإلى أي درجة بلغ في الإخلاص، وكيف هو إخلاصنا مع الله. فتعلم يا صديقي ألا تستهين بأحد مهما كانت هيئته.